سلام، هذا الفيديو خاص بالفوكابلوريز اللي عندهم علاقة بالصحة أو لا الأمراض أو الشكاوي. غادي نشوفوا كيفاش نجاوبوا على هذا السؤال ديال What is your complaint؟ مثلا إذا مشيتي عند شي دكتور وسولك من لاش كتشكى ولا شنو هي الحالة الصحية ديالك، كيفاش غادي تجاوبوا؟ هادشي اللي غنشوفوا في هذا الفيديو. في هذا الفيديو حطيت لكم بعض الشكاوي أو some complaints اللي عندهم علاقة بالصحة. قبل ما نشوفوهم بغيت نوريكم طريقة بسيطة باش تجاوبوا على بحال هاد الأسئلة. فقط كيخصكم تبداو الجملة أو الجواب ب I have a, I am, I feel, I have got. ومن بعدهم من بعد هاد العبارات في هادوك الفراغات كنكتبو الشكاوي أو الحالة ديالنا. أول شكوى هي headache. headache هو ألم الرأس. I have a headache يعني كيضرني راسي. I have a headache. stomachache هي ألم في المعدة. I have a stomachache يعني عندي ألم في المعدة. I have a stomachache. chest pain هي ألم في الصدر. I have chest pain. I have chest pain. I have a runny nose. runny nose هي سيلان الأنف. I have a sore throat. هي احتقان ولا حرقة في الحلق. I feel nauseous. كنحس بالليفية تقيا. I feel vomiting. تقريبا نفس الحاجة غير vomiting يعني كتقية. I'm vomiting يعني كتقية. I have diarrhea. diarrhea هي الإسهال. I feel dizzy. هي كنحس بالدوخة وكاين بزاف ديال المرادفات ديال dizziness دوخة. vertigo, faintness, lightheadedness, giddiness, unsteadiness, wooziness, disequilibrium. ولكن كيفاش نستعملوهم في جملة باش نعبروا بلي راه فينا الدوخة؟ I feel giddy. I feel woozy. I feel lightheaded. I feel vertigo. I'm vertiginous. I feel whirling. I feel swimmy. I feel reeling. I feel aswoon. I feel faint. I'm shivering. هي كنترعد. لا ارتعش. I feel cold. I'm freezing. كنحس بالبرد ولا فيا البرد ولا كنتجمد. It's freezing يعني الجو بارد. ماشي غير شوية بارد بزاف. I'm hungry. I'm starving. يعني في الجوع. starving يعني كنموت بالجوع. Feed me هي وكلني. I feel feverish. I have got a fever. Fever هي الحمى. I have got a fever هي أصبت بالحمى. I'm sneezing. sneezing هي كنعطس. I'm sneezing يعني أنا كنعطس. I have a cough. cough هي الكحبة. I have a cough يعني في الكحبة. My hands are shaking. I'm shaking. I'm trembling with cold. هي كنترعد أو لكن قفقف أو لكن كنرتعش من البرد. وأنا مريض أو لا أنا مريضة بلا ما نحطو نوع المرض هي I am sick. وكاينين بزاف ديال العبارات ممكن نستعملوهم باش نعنيو نفس الحاجة. I am sick. أنا مريض أو أنا مريضة. I'm sick as dog. I'm under the weather. I have a cold. I have come down with something. I caught a bug. I feel terrible. I'm ill. I don't feel well. كيف ما قلت من قبل هاد الجمل كاملين كيعنيو بلي انا مريض بزاف ولا انا مريضة بزاف. وكملاحظة بسيطة ال هي sick هي المرادف ديال sick و illness هي المرادف ديال sickness. ال هي الادجكتيف. ال ولا sick هي الادجكتيف يعني مريض او مريضة. وسيكنس او لا illness كتعني المرض. هذا مصدر ماشي adjective ماشي نات. احنا so far عرفنا بان sick كتعني بلي مريض، ولكن فاش كنقولو sick day هذا تعبير مجازي ما كيعنيش ما عندوش علاقة زعما بالصحة وما كيعنيش بان هاد النهار راه مريض. داي هو نهار، ولكن sick ما كتبقاش عندها نفس المعنى وانما كتعني بلي داك النهار داز خايب. I'm going through a sick day يعني انا كنمر من واحد نهار اللي هو خايب بزاف. having a bad day هنا يكتبت لكم it means you are having a bad day. it has nothing to do with your health يعني ما كتعنيش بان الصحة ديالك خايبة في داك النهار، ولكن راه هذاك النهار بحد ذاته كانوا في احداث اللي هما خايبين يعني هاد الشيء ما عندوش علاقة بصحة. but it remains a complaint ولكن راه باقة زعما كتعبر لينا على واحد الشكوى. complaint هي شكوى، sick هي مريض، و day هي اليوم. طبعا عارفين بان داي هي اليوم. شكرا على المشاهدة ديالكم هذا الفيديو، كنتمنى يكون عجبكم وفادكم. ان شاء الله الفيديوهات الجايين غيكونوا خاصين باللغة الانجليزية، وغنبقى نحط بحال هكا vocabularies والسينونيمز
lessons. سو ما تنساوش تقولوا ليا كيفاش جاكم هاد الفيديو. شكرا بزاف.